نعيد السيشن. طيب محمد، اسلم، اعطيك كل شو اسمه الكنترول. يلا ماشي على السريع. تفضل. انا كنت اتحدث. اي واحد بيجي دخله. ها ماشي دكتور. تفضل، عمل لنا شير للسكرين تاعتك. تمام. ندخل الشباب. الكل موجود. طيب توكل على رب العالمين. طيب البيرد صوت الطائر بيكون هاي بيتشد، اوكي؟ نعم. اما الرورينج اوف لايون اللي هو زئير الاسد بيكون لو بيتشد، مع انه هذا قديش صاخب يعني هو. اوكي. الفويس اوف ويمن هاز هاي بيتش، ذا اكثر من الزلمه، فهاي ممكن نستخدمها البيتش لما بدك تيجي تميز بالصوت بين صوت الرجل وصوت المراه، ممكن نستخدم البيتش. يعني الاهتزازات اللي بتسببها المراه لاذن الرجل عاليه. تعمل له قلق. السبب شو اسمه العنصر النسائي بيحقد علينا. لا ما بدناش يا عمي، مش عالية. لا لطيفي لطيفي، خلص خلينا على لطيفي. تفضل. تفضل تفضل. هاي ال higher pitch معناه more frequencies، low pitch معناه low frequencies. yes. طيب النوع نوع ثاني من انواع الخصائص اللي هي التيمبر فيتشر او تيمبرال فيتشرز. اوكي تيمبرال. التيمبرال مش تيمبرال، تيمبرال بعرف تيمبرال. يس. تيمبرال فيتشرز اللي هي عباره عن ساوند كواليتي، خصائص اللي بتميز لي قد او بتحدد لي قديش الكواليتي تبعت الصوت. اوكي وبيعتمدوا الثنتين، بيعتمد الخصائص على البيتش وعلى اللود، على اللودنس تبعت الصوت. لما منح اول خاصيه من التيمبرال فيتشرز، اول واحده منهم اللي هو الهارمونيك كومبوننت. الهارمونيك كومبوننت، قبل ما نفوت على نحكي شو الهارمونيك كومبوننت، بدنا نقول شو الفويس ساوند، كيف بنحدد الفويس ساوند. اوكي اذا كان الفاندمنتال فريكوانسي اللي حكينا عنه، الفاندمنتال فريكوانسي زي ما شرحناه قبل شويه انه هو عباره عن زيرو ديسيبل. اوكي هو عباره عن زيرو ديسيبل. مظبوط. فوق الزيرو ديسيبل بصير احكي انه خصائص الهارمونيك بتبلش تبين. اوكي خصائص الهارمونيك لما بيكون تردد الصوت فوق الزيرو. تمام. الخاصيه الثانيه الفايبراتو، طبعا هي كلها مصطلحات موسيقيه، هي بتلاقوها بعلم الموسيقى كامل. الفايبراتو عباره عن البيريدك تشينج في البيتش، التغير الزمني في البيتش. اوكي وبنقدر بنعتبره از فريكوانسي موديليشن اللي هو الاف ام، اف ام سيجنال. نعم. ليش بنستخدمه او الشيء الثاني تيرمولو. التيرمولو هو البيريدك تشينج بالامبليتيود او اللاودنس. اوكي هذا اللي هو الاي ام اللي بنسمع موجات الراديو، الاي ام وال الام والاف ام، الامبليتيود فريكوانسي موديوليشن. يا اما يعني حتى تبث على شانل معينه، هو بال 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 وحتى بال بالنتورك وبالسيجنال بروسيسنج، يا اما بكون عندك بتلعب بالامبليتيود او بتلعب بالفريكوانسي. تمام. حتى تعمل عمليه البث. طبعا كل شيء له محاسن وله مساوئ. الاف ام في ناس بفضلوا يبثوا على الاف ام، يعني حملوا ككارير، ياخذوها ككارير للبث تاعهم الاف ام. في ناس بفضلوا ياخذوا الاي ام. طبعا شو السبب؟ السبب مثلا انه بده مسافات بعيده او بتوش مسافات بعيده، كل واحد لها رينج، لها رينج بتمشي فيه، وكل واحد لها خصائص ككارير للسيجنال ككارير. اوكي صحيح. هي الاي ام بتكون بتحمل كميه داتا اكثر من الاي اف، من الاف ام، بينما الاف ام بتوصل لمسافات ابعد. مسافات ابعد. نعم صحيح. طيب في كمان عندي الجيتر والشيمر والهارمونيك وتونوس ريشيو. الجيتر اللي هي قديش الفريكونسي انستابل، انستابيلتي قديش الفريكونسي انستابل. الشيمر
قديش الامبليتيود انستابل اوكي نعم. طيب وفي عندي ديتكشن لهذول الميثودز لهذول الفيتشرز في ديتكشن ميثودز لها زي الزيرو كروسنج. الزيرو كروسنج هي عباره عن نمبر اوف تايمز ذا امبليتيود اوف ذا سيجنال تشينج ساين ان وان فريم، يعني قديش بتغير انحراف الزاويه الجيبيه للامبليتيود بالفريم الواحد، كم مره بيتغير اوكي. هاي الزيرو كروسنج شو بتقيس؟ الزيرو كروسنج بتقيس الـ presence of noise. إذا بدنا نقيس قديش النويس نستخدم الزيرو كروسنج ميثود. كم من مرة قطعت المستوى صفر؟ مش هيك؟ بالضبط. وهي ممكن كمان نستخدمها الزيرو نستخدمها لأن نفرق بين الـ musical instruments، يعني هاي دقة جيتار ولا دقة عود ولا إلى آخره. كويس. برضو على الزيرو كروسنج. كويس كويس. النقطة الثانية طبعاً السبيكترال سنترويد. السبيكترال سنترويد بدنا نحكي قبل ما نحكي عنه نحكي عن السبيكترم. السبيكترم هو عبارة عن مخطط طيفي بسموه، بيمثل لي مخطط أو توزيع الطاقة في موجة الصوت أو تركيزات الطاقة بشكل أدق. توزيع الطاقة في موجة الصوت. فالسبيكترم هو عبارة عن ريبريزنتيشن للساوند أوكي. A short sample of the sound. Okay. Amount of vibration each individual frequency. كل frequency أو كل sample the frequency. قديش ال amount of vibration فيه. وهذا الجراف اللي بيمثل الشكل. Okay. نعم. Spectral centroid هو عبارة عن the center of gravity. Center of gravity. جماعة الفازيولوجيك بتذكروها هاي. Center of gravity of the spectrum is defined at the spectral centroid. تمام. سنترال اوف جرافيتي يعني وين اكثر شيء تركيز للطاقه في السبيكترم، هذا بنسميه السنتر اوف جرافيتي، نقطه الجذب. وين نقطه الجذب؟ وين اكثر الداتا او الفيتشر او خلينا نقول الفريكوانسز متجمعه؟ وين النقطه اللي متجمعه فيها اكثر شيء؟ هاي دكتور هون عشان نقيس الهارموني. الدارك ارياز في الشكل هذا اللي من تحت، الدارك ارياز هون زي هاي مثلا، هاي هاير انرجي اوكي. بتكون هاير انرجي تمام. الهارمونيكس بالهوريزونتال لاينز، هاي الهوريزونتال لاينز اللي بتفصل بين بالسبكتروغرام تلاقي فيها هوريزونتال لاينز. الهوريزونتال لاينز هذول هم اللي بيمثلوا لي الهارمونيك بالفيتشر. نعم. السيجنال تمام. قلنا انه الهاير سنترويد فاليو يعني هاير هاي فريكوانسي كونتنت اوكي، لذلك بالنهايه بيكون الموجه اكثر شاربنس اكثر شارب. طيب الطريقه الثالثه السبكترال رول اوف، اتس ا جود ميجر تو سبكترال شيب عشان اقيس السكيونس الالتواء. ايوه الالتواء. نعم نعم. عشان ليش بستخدمها اكثر؟ بنستخدمها الطريقه هاي لما نجي نميز بين الفويس انه هذا فويس ساوند ولا ان فويس ساوند. تمام. طيب الريثميك فيتشرز او الايقاعيه، هاي الخصائص الايقاعيه، the regularity of audio signal could be described as a rhythmic features used to discriminate between different types of music زي الجاز زي الروك زي الاخر. هاي اوكي في لها طريقتين، هاي في طريقتين عشان نعمل detection للريثميك فيتشرز اللي هو البيت سترينث والريثميك ريجولاريتي. الخاصية الرابعة من خصائص الموجات الانيرجي. الانيرجي طبعا الانيرجي بالساوند بنرمز لها بالرمز E ل signal transported by a wave is a proportional square of the amplitude. اوكي هي نسبة تناسب بين السكوير للامبليتيود مع السكوير للديستانس بين السورس والليسنر. تمام. هاي المعادلة اللي تحت الثانية هي معادلة استخراج الانيرجي من الموجة. طبعا الاكس للكي، الاكس للسامبل كي طبعا للديجيتال سيجنال، السامبل كي منها ناخذ اللوج لها تربيع. خلاص احنا بنكتفي بتعريفك، بلاش تشرح المعادلات لانه المعادلات فيلم ثاني هذا. طيب فيلم ثاني يعني للي بده يخش بتفاصيل الرياضيات بده يصدع فيهن. بس على كل حال يعني حلو انك حطيت المعادلات. شايف؟ تفضل كمل يا محمد.
الانرجي الانرجي بالسبكتروغرام اللي هي سبكتروغرام بيبين بالشكل الثاني هي الدارك ارياز. هاي الدارك ارياز لما نطلع احنا هون على الفريكوانسي، الفريكوانسي كثيف جدا اوكي. نعم صحيح. لما يصير الفريكوانسي كثيف معناته الانرجي فيه عاليه. نعم صحيح. الام بي اي جي 7 فيتشرز هذول ستاندرد فيتشرز طبعا في اكثر من واحد اوديو سبيكتروم سنترويد والاوديو سبيكتروم سبريد. انا حطيت منهم اثنين ما حطيتهم مش كاملات بس يعني الواحد ياخذ لهم حاجه. نعم. الان لسه الاكستراكشن تكنيكس الجزء الثاني والجزء المهم او اهم جزء من البرزنتيشن السبيتش فيتشرز اكستراكشن تكنيكس. السبيتش فيتشرز اكستراكشن تكنيكس بتركز على نقطتين رئيسيات. هذا الموديل بسموه بيسك سورس فلتر موديل فور سبيتش سيجنال. نعم. عندي السيجنال اكس اوف ان ديجيتال سيجنال تمام هاي معروفه وموجوده تمام. بدي اعمل اكستراكشن للفيتشرز للفلتر اللي هو اف او اتش اوف ان راح نيجي عليه بعد شوي. وبدي اعمل اكستراكشن للاكسايتيشن للسيجنال. الاكسايتيشن للسيجنال بتمثل الاستاتيكال ديستريبيوشن للسيجنال للديجيتال سيجنال تمام. فبدي اعمل اكستراكشن للقيم هاي وللقيم هاي لقيم الفلتر وبعدين للاكسايتيشن. مجرد ما عملت اكستراكشن لهاي القيم انا عملت ريبريزنتيشن للفيتشرز للسيجنال اوكي. بعدين هيك بتكون جاهز الفيتش او السيجنال انها تروح على باترين كلاسيفاير على سبيل المثال او ريكوجنايزر تمام. بعد حاجه تعيدها. طيب ماشي. الاكستراكشن تكنيك او فيتشر اكستراكشن تكنيك او سيجنال ريبريزنتيشن تتركز على نقطه مهمه جدا. بتستخدم موديل بتسموه البيسك سورس فلتر موديل. البيسك سورس فلتر موديل في له موجود الديجيتال سيجنال اللي هي اكس اوف ان اوكي. وهاي المودلز اللي بدنا نستخدمها الديجيتال سيستمز اللي بدنا نستخدمها بعد شوي هون وبالاضافه للفيتشرز اكستراكشن تكنيكس علشان تعمل اكستراكشن لقيمه الفلتر للكوفيشنتس تبعون الفلتر اوكي ولقيم الاكسايتيشن للسيجنال اوكي. اكسايتيشن للسيجنال اكسايتيشن للسيجنال هو الاستاتيكال ديستريبيوشن لهي السيجنال للساوند للسبيش سيجنال. الاكسايتيشن هي الانبوت للفلتر. هي دكتور كيف بتكون يعني هي بتكون ماشي الانبوت بس انا موجود عندي الاكس اوف ان اوكي فبده يصير ان ريفرس. بدي اعمل ترانسفورميشن ان ريفرس عشان اطلع الاكسايتيشن. نعم صحيح صحيح صحيح. طيب تمام. على اساس اطلع الفيتشرز الاصليه بالضبط. طلع الفيتشرز اللي احنا بدنا نشتغل عليها هاي بعد شوي الام اف سي سي والبي ال بي والى اخره. نعم صحيح. تفضل. اول طريقه للفيتشرز اكستراكشن اللي هي ال بي سي اللينير بريدكشن كودينج اوكي. اللينير بريدكشن كودينج بتعمل في لها مجموعه من الباراميترز اوكي. هاي المعادله هاي بتستخرج فيها قيمه او الباراميترز للفلتر الاتش اوف زد لو الفلتر اللي حكينا عنه قبل شويه وال سوري الاي اوف زد اللي هو الفلتر واللي هي المودل تبعها اوف ذا فلتر اتش اوف زد والانفيرس للفلتر اي اوف زد اوكي. هاي المعادله تبعتها طبعا ما اخذتش تفاصيلها بس بالنهايه كيف بدها تطلع كيف دكتور راح تطلع قيم الفلتر اتش اوف زد وهاي قيمه المعادله الاتش اوف ان كيف بتطلع قيم الديجيتال سيجنال وهاي بالنهايه احنا هذا اللي بهمنا بالنهايه البريدكشن بده يصير على الاكسايتيشن الاكسايتيشنز اللي هن الكوفيشنتس. يس اوكي. اللينير بريدكتيف كودينج جيتس اتس نيم فروم ذا بريدكت ذا كرنت سامبل اوكي از ان لينير كومباينيشن اوف اتس باست بي سامبلز. ايوه. هاي شو بتفرق عن الاتش كي كي الهيدن ماركوف موديل. الهيدن ماركوف موديل بيعمل بريدكشن ل معينة بناء على السامبل اللي قبلها مباشرة ولكن الـ LPC بتعمل على كل السامبلز اللي قبليها. نعم صحيح صحيح. طيب هاي بس الخطوط الحمراء هاي كيف بتعمل استيميشن لقيم السيجنال. الميل فريكوانسي الطريقة الثانية اللي ميل فريكوانسي اللي احنا يعني مركزين عليها الميل فريكوانسي سبستروم كوب. يس تمام. طبعا الام اف سي سي ريبريزنتيشن هي عباره عن شورت تيرم باور سبيكتروم اوف ساوند بيزد اون الينير كوساين ترانسفورم. احنا حكينا عن طرق الترانسفورم قبل شوي. هي بتستخدم طريقه الترانسفورم اسمها لينير كوساين ترانسفورم اوف
log power spectrum or on a non-linear milliscale of frequency. طبعا هسه بعد شوي راح نحكي عن شو يعني مل وشو يعني سبيستروم وشو الأشياء هاي. Okay. It is one of the most popular audio features. أكثر واحدة مشهورة عشان يعملوا extraction للفيتشرز من خلال استخدام طريقة الـ MFCC. Okay. هي based على الـ inverse للـ Fourier transform. Okay. وال it captures the gross shape of vocal tract or oral cavity. هاي الفكرة إنه بتقيس الفريكوانسي الأصلي للسيجنال. أوكي لما طلع من المخارج الصوتية لما كان الموجة أول ما طلعت من عند الأوتار الصوتية وفاتت على تجويف الثوم أوكي هون بتشوف بتقيس الفريكوانسي الأصلي قبل ما تطلع الموجة إلها لذلك دقيقة بتحاول تجيب الموجة من جذورها هي. نعم لذلك هي الأكثر استخداما. صحيح. السبسترم هو يعني ما لقيت له ترجمة معينة ولكن الفكرة اللي بتدور حواليه إنه سبيكترم بروسيسنج يعني بعمل بروسيسنج بناء على القيم اللي بستخلصها أنا من السبيكترم من الطيف تبع الموجة. هو عبارة عن ماثيماتيكال ترانسفورميشن إن ذا فيلد أوف فورير أناليسيس. أوكي يعني إذا بدك تخوض بالتفاصيل بدك تخش على الإنجينيرينج على السيجنال إنجينيرينج. فالموضوع بتعقد زيادة. لا ما راح أفوش مش عارف التفاصيل. يعني مش مشكلة. السريع السريع. أنا معك الميل فريكوانسي سبسترام الميل زي ما أنت كاتب من الميلودي اللي هي اللحن أو المقام أو النغمة نعم. كلمة ميل جاي من الميلودي أصلا. نعم مزبوط. بالنهاية عشان تعمل indication إنه هذا السكيل based عن pitch comparisons. أوكي هاي يعني في الإنجنييرينج زي ما تفضل. البروسيجر إلها بشكل سريع إنه speech signal. أيوة هذا البروسيجر بدي أعطي مهم يعني كويس إنه نركز عليه وإذا في عندك رسمة بتوضح. أيوة الويندوينج كيف بتصير بغض النظر عن اشرح لكل نهاية. طيب تمام. طيب تمام ممتاز معناته ارجع للسلايد اللي كنت فيه وكمل بالناشي. طيب البروسيجر بصير speech signals divided into frames. طبعا زي كل الطرق اول ما بصير بالspeech signal انه بقسم لفريمز. اوكي والفريمز هاي duration لها 25 ملي سكند كستاندر. والفريم شيفت عشان انتقل انا بترك مسافة 10 ملي سكند بين فريم وفريم. نعم. Okay. عشان احدد الادجستمنت فريم من بعضهم. ممتاز. بعدين بصير عندي البلوكت فريم. ذا بلوكت فريم ار هامينج ويندو. طبعا الهامينج ويندو هذا نوع من انواع الويندو اللي انا بحدد باخذ سكيل للسيجنال على اساسه. اوكي تو ريدوس ذا ايدج افكت وايل تيكينج ذا ديسكريت فورير ترانسفورم اللي هو DFT اون ذا سيجنال. اوكي for each frame sebestral coefficients هذول هم المهمين. السبسترال coefficients are computed مجرد ما التكنيك هذا حسب السبسترال coefficients هو بيكون طلع كل features المهمة تبعت الساوند أو الأكوستيكس. نعم. طبعا كل فريم راح يتكون من 13 قيمة إذا بترجع للسلايد. كل فريم برمتازن 13 هن بمثلين الكوفيشنتس. يس واللي حصلت بالنهايه ملخص الكوفيشنت او الصفر. ايوه الكوفيشنت 39 بالضبط. 39 كستاندرد يعني. يس فهذول ال 13 فيتشر هن بسموهن الفيتشر فيكتور والفريم الواحد ممكن يتكون من اكثر من مور ذان 1 فيكتور. تمام. لا عفوا كل فريم بتكون من 13 قيمه كل فريم. الان السامبل ممكن تتكون من مور ذان 1 فريم. تفضل. تفضل محمد. لا ارجع على الرسم اللي كنت راسمها حلوه. هو ده انت مقسم 25 ملي سكند. يس هي بتعمل سامبلينج على اساس انه كل فريم بكون 25 سكند. ايوه تمام. هاي حلوة الرسم كثير كثير بتوضح الويف
الساوند اللي فوق كيف كل 25 ملي سكند، والشيفت بين كل فريم واخر 10 ملي سكند ابارت، وبتروح تعمل اكستراكت كل 25 ملي سكند، تترك 10 ملي سكند وبتروح تعمل اكستراكت الفيتشرز من فيتشر 1 الى فيتشر 39. تمام تفضل محمد. او بالنهايه بتعمل افريج لكل هاي الكوفيشنت وبتطلع 39 كوفيشنت من كل السبع. نعم طيب الستيبس تبعونها في عند الاي دي كونفرجن سامبلز ذا اوديو كليبس، يعني بتعمل سامبلينج بتقسمه بتعمل فريمينج. النقطه الثانيه بري امفاسيس اللي هي بوست ذا اماونت اوف انرجي ذا هاي فريكوانسيز، بتحاول تعمل بوستينج للانرجي بالفريكوانسيز العاليه. اوكي وبعدين ويندوينج اللي بتعمل سلايسنج ذا اوديو ويف فورم انتو سلايسنج فريمز، تستعمل الهامينج ويندو الريكتانجولر الهانينج. اوكي زي السلايدنج ويندو اللي تعلمتوها في النتورك اذا تذكروها. وتستخدم اكثر في الفلتر، يعني كل ما تتحرك الويندو هات كل ما تحرك بتستخدم فلتر معين. الفلتر هات بيعمل اكستراكشن للبروبرتيز في هاي في هذا السيجمنت من السيجنال. اوكي بيحسب الكوفيشنت منهم وهكذا، برضه يحرك الويندو بيستخدم فلتر اجين وهكذا بين ما يوصل لاخر السيجنال. نعم نعم صحيح. بعدين بيطبق الديسكريت فورير ترانسفورم عشان يعمل كونفرجن للماجنيتيد انتو ماجنيتيد سبيكترم. اوكي والميل فلتر بانك برضه هو مجموعه من الفلترز اللي تبعت للميل سكيل ميلودي، تبعت للميلودي بحيث انه هاي الفلترز اوريدي هي بتكون زي باترنز اوريدي موجوده جاهزه. لما بحط انا هذا التمبلت تبع الميل فلتر بحط بالويندو بستخدمه بويندو معين، بطابق هل الخصائص الموجة الحالية أو السبيكترم للسيجمنت اللي أنا ماخذه للويندو اللي أنا ماخذه بطابق الستاندر فيتشرز تبعت هاي الميلودي، يعني الميلودي الأساسية، عشان أعرف إنه هاي ميلودي طالعة ميلودي نازلة قديش الإنرجي فيها قديش الباور فيها. نعم 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 كويس. بس لو التفاصيل هاي كلها ترى يعني مش مطلوبة منك، بس كويس انك انت يعني دخلت فيها انه ترى هاي يعني عالم ثاني ترى، يعني عاد العالم اللي احنا بهمنا الفيتشرز تاعت الصوت هذا هي مكونة من 13 قيمة. حتى وانا بالدكتوراه سألت المشرف تاعي بقول له ال 13 قيمة هذول اللي بالفريم قيم بالماينس وبالموجب شو هن؟ قال لي I don't know. والله بصراحة، ورغم أنه زلمي خبير يعني له 33 سنة يشتغل، ما قال لي I don't know و I don't care مش مهم. مهم هذول بعطيهن للإنجينير وبجيب لي الفيتشرز، أنا بدي بهمني هذول الفيتشرز 100%. دكتور هذول الخصائص يعني بده إذا الواحد بده يفهمه صح بده يكون عنده عالم بالموسيقى وعالم بالصوتيات وباللغة بالحروف المنطوقة هي كيف تطلع سيجنال انجينيرينج يعني. على كل حال الله يعطيك ألف عافية يا ربي والله تفضل. طيب الفكرة آخر شيء ليش بدأ يعني شو الهدف الأخير من الـ MFCC إنه the frequency information اللي بدي أعملها extraction بحيث تعمل ميميك أو تقليد أكبر ما يمكن للهيومن بيرسيب، يعني أنا بدي أدرك خلي الكمبيوتر يدرك الساوند سيجنال بطريقه كما انه الانسان يدرك هاي الصوت يقدر يحللها. تمام يعني هي خلينا نقول اذا حكينا بالليرنينج بالماشين ليرنينج اذا جينا نقارن بنقدر نقول انه الديب ليرنينج مثلا شلون استخدموه في طريقه ادراك المخ لعمليه لديسيجن معين او لعمليه كلاسيفيكيشن معينه. اوكي هاي نفس الشيء، يعني هي تشبه الديب ليرنينج بس ولكن في تمييز الصوت في استخراج خصائص الفيتشر. نعم تمام. طبعا هاي كمان معلومات رياضيه عنها. هاي اخر شيء بيكون في عندي 12 سيبسترال كوفيشنت و12 دلتا سيبسترال كوفيشنت و12 دبل دلتا سيبسترال كوفيشنت وواحد انرجي وواحد دلتا انرجي كوفيشنت وواحد دبل دلتا انرجي كوفيشنت، التوتال لهم 39. إذا بتتذكروا بال HTK لما كان كاتب MFFC 0DA أو 0FA اللي هي دلتا في acceleration، كمان في عندك دلتا acceleration في دلتا
دلتا دلتا انت حاط دايناميك جزء فيرجن ثاني بتحكي عنه دكتور، هو الستاندرد. هذا الستاندرد مضبوط، لكن ما ال HTK صحيح انها بتستخدم عادة 0DA MFCC. تمام، فهذول هذول المقصود بالانواع اللي هو شو 0DA او 0FA او الى اخره. هاي الانواع اللي انت حاطها هون اللي هي المقصود بالدلتا والاكسلريشن، هاي كاتبها هون دلتا كوفيشنتس تل اباوت ذا سبيتش ريت فيلوسيتي اند دلتا تو دلتا كوفيشنت بروفايد انفورميشن سيميلر تو اكسلريشن اوف سبيتش. عندك دلتا اي يعني دلتا اكسلريشن، تمام. لما يكون كاتب لك دي اي سبيتش ريت الفيلوسيتي. تمام تمام، الله يعطيك العافيه، تفضل. الطريقه الثالثه للفيتشر اكستراكشن، ساوند فيتشر اكستراكشن، اللي هي البيرسبتشوال لينير بريدكشن بي ال بي. اوكي، هاي ال increase the accuracy of speech recognition by discarding the irrelevant portion. هاي الطريقة بتركز وين أنا في عندي portion بالsignal irrelevant للصوت، ممكن يكون بسبب noise، ممكن يكون بسبب distortion إلى آخره، بعملها discard عشان accuracy recognition. تمام تمام، هذا نوع آخر من الفيتشرز. طبعاً هو نوع آخر من الاستراكشن، طرق استراكشن من الفيتشرز. خلاص بكفي المعلومة هاي. بس. البي البلوك دايجرام بس اللي هشلون تمام. طبعاً هني بيشبهن بعض كثير، ولكن اللي طرق الترانسفورميشن اللي جوا الديجيتال سيستمز اللي بتطبق جوا عدلات للإكسايتيشن إكستراكشن للفلترز اللي بناخذها الإكستراكشن. طبعاً 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 بتختلف من واحد إلى الثانية. ولكن هاي مهمتها ليش بنختار الفيشر؟ إذا كان التارجت تاعنا أن نتجاهل الأجزاء الرئيسية اللي ما لها علاقة بالسبيتش، فأفضل إشي نستخدم البي ال بي فيشرز. صحيح، هاي هون بصير المفاضلة إنه في الطالبة أميرة عنيزات بتعرفوها اللي ناقشت، كانت على المقامات القرآنية، مقامات الصوتية القرآنية، فخليتها تجرب كل الأنواع هاي مع الأصوات مع القراء، بعدين شفنا مين أفضل نوع ممكن يخدمنا في استخلاص أو معرفة التغير بالمقام في الصوت. فتقريبا جربت كل الأنواع هاي بالرسالة تاعتها ومع الأصوات، واستخلصت الفيتشرز مرة PLP مرة MFCC، وبعدين كل مرة تعمل ريكوجنيشن من جديد أو تعمل إكستراكشن، وبعدين تشوف النتيجة وتشوف قديش الأكيوريسي اللي طلعت. فبعض الأحيان شو أنت اهتمامك، شو حسب التطبيق اللي عندك بتستخدم الفيتشر اللي بدك إياه. تفضل يا محمد. الطريقة الرابعة Linear Prediction Coefficient، هي طريقة LBC اسمها. طبعاً المعادلة الرئيسية اللي هشلون تعمل البريدكشن بالنهاية لقيم الفيتشر النهائية. برضو بتستخدم سورس فلتر موديل زيها. هذا الموديل هو عبارة عن لينير موديل. أوكي. لينير موديل. Considering the glottis اللي هي الحنجرة والفوكال تراكت as fully uncoupled. اوكي، يعني انهم ما بيتعامل مع الحنجره والاوتار الصوتيه على اساس انهم جزء واحد، لا بيتعامل مع مسائل جزئين مستقلة. طيب برضه في فاريشن. شوف معلش انا بقطع عليك، شوف ال بي سي كيف لها علاقه. ارجع للسلايد اللي قبليه. لما تقول انت considering glottis and vocal tract as fully uncoupled، طبعا هذا له علاقه بالمقامات الصوتيه. لما تيجي انت لما تيجي تعمل مد او تيجي تعمل غني او تيجي تزيد الاهتزازات الصوتيه، والمقام ممكن يرتفع ممكن ينخفض، فبرضه هاي ال بي سي لها علاقه كبيره جدا في هذا الموضوع. عشان هيك لما قلنا لاميره جربي كل الفيتشرز وبدنا نشوف مين اكثر واحد ممكن يساعدنا باستخلاص المقام الصوتي وتتبعه في القراءة. تفضل يا محمد. بس احنا عشان نشوف الفيتشرز هذول صار علاقتهم مباشرة او للحنجرة للأحبال الصوتية للتجويف الفمي، الى علاقة مباشرة مع الصوتيات اللي بتطلع من البني آدم، علاقة مباشرة. تمام، فإلها أهمية كبيرة جداً في تمييز
حاجات معينة بالصوت. حتى السبيكر ايدنتيفيكيشن سيستمز إلها طبعا إلها علاقة هاي الفيتشرز بشكل كبير فيها. تفضل. طيب ال بي سي سي هي عبارة عن فاريشن من ال من من ال بي سي اوكي. بس ال بي سي سي في بتحسب بالنهاية كوفيشنت زي الام اف سي سي. نعم. الكوفيشنتس هاي ناتجه عن استخدام بشكل مباشر للفورير ترانسفورميشن. نعم. طيب النوع السادس لاين سبيكترال فريكوانسي. للاسف هذا طبعا هو في اكثر من نوع بس انا اكتفيت بستة دكتور. خلاص بكفي يعني بس اذكرهم. ال اس اف تيك انتو كونسوليديشن ذا نيزل كافيتي اوكي اند ذا ماوث شيب. يعني هاي تاخذ بعين الاعتبار ال التجويف الأنفي الغني هو التجويف. بتاخذ بعين الاعتبار التجويف الأنفي بتركز على الحروف اللي طالع من الصوت. ممكن هاي أكثر شيء إذا نستخدمها بالمقامات زي ما تفضلت أنت قبل شوية إذا كان في الغني وما غني تتبع أحكام تتبع أحكام التجويد تتبع أحكام التجويد. طب هذا كان أحد المشاريع اللي اقترحته على أحد الطلاب. للأسف مش سهل الموضوع. الموضوع طبعا مش سهل بس إنه إذا بدي أميز يعني بدي أركز على الأصوات اللي بتطلع من الأنف ممكن أستخدم للأسف. نعم صحيح صحيح. هاي ملخص كامل لكل واحد. التايب أوف فلترز اللي بتستخدمها للشيب أوف فلتر شو شكله أوكي الشيب أوف كومبيتيشن إلى آخره يعني مجموعة خصائص. نعم. طيب والرفرنسز بالنهاية لا spoken language processing هذا باعتبار البايبل للسبيتش ريكوجنيشن. دكتور اعطتني انت زمان الكتاب هذا موجود. نعم بارك الله فيك. ممتاز. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. في حدا عنده اي سؤال يا شباب؟ الله يعطيك العافيه. في صحيح. الله يعطيك العافيه يا محمد. يعطيك العافيه محمد. الله يعافيك جميعا. مغلب حالك كثير ويعني صحيح بهذا الجهد يعني كثير كثير ممتاز. وفي معلومات حلوه بالموضوع. اودي البرزنتيشن خليني ارفعها للشباب على الـ او اودي لهم اياها بالليل او ارفعها علي يعني. ماشي. هسه بعث لك يا دكتور. ماشي. الله يعطيك العافيه. في حدا حاب يسال عن هذا الموضوع؟ هذا الموضوع حلو كثير انك تتعرف على انواع الفيتشرز لانه فيما بعد وبجوز علي طبق هذا الاشي لما اشتغلنا اذا بتتذكر يا علي على موضوع نبضات القلب. دكتور اشتغلت على MFCC واشتغلت عليهم كل الفيتشرز. الفيتشرز كليات اذا بتتذكر كان شو اسمه الفكره كانت حلوه كثير وبجوز حققتوا فيها نتائج كويسه انت والمحتاج. صحيح. الله يعطيكم العافيه وبارك الله فيكم. طيب قبل ما ننهي بدنا الآن يعني موضوع البرزنتيشنز خلصنا منه. بدنا الآن نشوف البروجيكتس. بدي أشوف كل واحد على حدة. ألتقي أنا وياه على الزوم. متى دكتور حدد لنا المواعيد عشان نكونوا مجهزين كل شيء إن شاء الله. متى ممكن تكونوا جاهزين؟ بعد العيد دكتور. أنا بدي قبل الامتحان ولا كيف يعني؟ هو العيد بقى ما قمت الامتحان. امتحانته بأربعة ستة مش هيك حكيتوا لي؟ بس لسه الموعد أنا بدي أطلع على الجدول اليوم وأشوف وأعطيكم كافة التفاصيل. طيب بعد العيد بتكو العيد متى بيجيبو؟ العيد يا 23 يا 24 دكتور. يعني في وقت. طيب معنا وقت معناته بعد العيد. هو انتم عارفين عيد ما فيش احنا بالبيوت وش اسمه بنشوشح لبعضنا من الشبابيك. دكتور دكتور انا بدي افرجيك خلال الايام هاي عشان نشوف اذا تعديل عشان اعدل قبل ما ينتهي الوقت. طيب انا ما عنديش اي مشكله. اي واحد بحب يبعث لي على الايميل اطلع على شو انجز. ايوه اعطيه ملاحظات. أنا ما فيش عندي أي مشكلة. إذا على أساس يحسن أنا ما فيش عندي أي مشكلة. والله يا ريت دكتور. ما فيش عندكم أي مشكلة. اللي يحب يبعث لي أشوف أطلع مبدئيا على اللي عامله
وبعدين إذا بحبي يعني أعطيه ملاحظات يحسن أو أعطيه نقاط الضعف نقاط القوة إلى آخره، ما فيش عندي أي مشكلة. تمام، مكثور الخير دكتور. راح يكون جزء من التقييم وجزء الفاينل. الفاينل راح أجيبه يعني والله لغاية الآن محتار فيه، أجيبه multiple choice ولا مش عارف كيف، يعني أجيب الكويا كله multiple choice. دكتور حسب البلاتفورم تبعت، شو البلاتفورم بتعطيك مجال؟ والله المادة زي ما انتم شايفين يعني المادة مش المادة دكتور، قصدي المنصة تبعت الامتحان هاي اللي بدهم يخلونا. المنصة بتتيح لنا كل شيء، الاي ليرنينج، على الاي ليرنينج بسوي لكم اياه، على الاي ليرنينج. الاي ليرنينج لانه سهل ما فيش فيه تعقيدات، وبقدر اعطيكم فرصة وفرصتين قد ما بدي، بتحكم فيه زي ما بدي، اعطيك فرصة يعني تدخل، او ممكن يعني افكر اعطيكوا اوبن بوك اكزام، اعطيكوا اودي لكم الامتحان على الايميل وتحلوه وترجعوا لي اياه كملف وورد. هاي فكره ثانيه. هذا طبعا راح يكون مشكله بجوز الجوجل لحد الان بعدها ما حلتهاش. لا لا ما بديش اياها بنفس الجلسه، خلاص انا بودي لكم البروبلمز وحلوا انتم ورجعوا لي الحل. وإلك الحرية تستخدم كافة الريسورسز، البوكس، الانترنت، كل إشي، يعني مش راح أقيدك بشيء. بتشوفه مناسب دكتور؟ هاي فكرة مطروحة، أو فكرة المالتيبل تشويس واللي بدكم إياه. على كل حال خليها لوقتها، بس المان مبدئيا يعني اللي بيحب يبعث لي وين وصل في البروجكت تاعه على أساس نتفاهم، يعني نشوف شو اللي عمله ويكون مستعد لتسليم ان شاء الله. ان شاء الله دكتور. الله يعطيكم العافيه وتصبحوا على خير. تلاقي سالم ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه. تلاقي الخير دكتور. الله يعافيك. خلاص انهي من عندك يا محمد. يلا ماشي دكتور. الله يعطيك العافيه.